رمضان كريم وكل سنة وانتوا طيبين. النهاردة شفت مجموعة من الشباب بتعمل حاجة دمها خفيف كده رجعتني بالتاريخ لحاجة مهمة قوي. الفكاهة في رمضان من الحاجات كانت المهمة والأساسية، لدرجة ان دلوقتي بتتفرج على كم الناس اللي بتعمل مقالب في بعضها وهزار، واول كلمة بيقولك معلش الكاميرا خفية، نزيع ولا منزعش؟ في لحظة كده وقفت بالتاريخ شوية وقلت الله، الكاميرا الخفية كان ليها ذكريات كبيرة قوي. بس في شخص عمل علامة كبيرة جدا 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 في الكاميرا الخفية، هو الأستاذ إبراهيم نصر اللي فضل يعمل لنا الكاميرا الخفية 17 سنة. أيوة 17 سنة. أستاذ إبراهيم نصر من الممثلين الجمال قوي اللي اشتغل دراما واشتغل أكشن واشتغل كوميدي. ويا أخي أستاذ إبراهيم نصر تتفرج عليه وهو بيمثل كوميدي تعيط من الضحك، تتفرج عليه وهو بيمثل تراجيدي تتأثر، يخش شوية بحتة ساسبنس ورعب كده تقلق منه وتخاف وتفتكر معقول أستاذ إبراهيم نصر اللي كان بيضحكنا يخلينا خايفين بالشكل ده؟ عبقري. لكن فكرة الكاميرا الخفية كانت فكرة مختلفة جدا وجات معاه بالصدفة. خليني أحكي لكم القصة مشيت إزاي. علاقة إبراهيم نصر بالكاميرا الخفية كانت صدفة تماما. في أوائل التسعينات وكان في زيارة لمبنى الإذاعة والتلفزيون، بيخلص ورق وبيخلص شوية حاجات في شغله، فهو موجود في مبنى الإذاعة والتلفزيون قابل الأستاذ عبد المنعم غالي اللي كان في الوقت ده رئيس القناة التانية. قال له تعالى أستاذ إبراهيم نشرب قهوة في المكتب عندي. وهما قاعدين في المكتب بدأوا يدردشوا في شوية أفكار تحديدا لشهر رمضان، وقال له إن احنا محتاجين نطور شوية في البرامج اللي عندنا، وخصوصا إن القناة التانية في الوقت ده كانت متخصصة في البرامج اللي فيها منوعات، والقناة الأولى في الوقت ده كان غالب عليها الطابع الإيه الإخباري شوية أو البرامج الجد شوية. قعد أستاذ إبراهيم نصر يحكي الأستاذ غالي على شوية أفكار ويجيبها يمين معاه ويجيبها شمال، لحد ما قال له الله، هو احنا ليه ما نرجعش الكاميرا الخفية تاني اللي كانت موجودة زمان ووقفت فترة شوية كبيرة؟ قال له والله الفكرة مش وحشة، وريني فكرة وخلينا نشوف هنعملها ولا هنعمل فيها ايه. راح إبراهيم نصر محضر فكرة جامدة جدا وبدأ يكلم أستاذ غالي يقول له أنا جهزت فكرة قوية. عجبت أستاذ غالي الفكرة قوي، راح متصل بسهير الإتربي اللي كانت رئيسة التلفزيون في الوقت ده وعرض عليها الفكرة، وراح واخد منه التليفون إبراهيم نصر وشارح الفكرة كلها، فوافقت عليها فورا وقالت له يلا هات فريق العمل وهات الأفكار بكرة عشان احنا موافقين انك تعمل ده. في الوقت ده الكاميرا الخفية كانت بقيادة المخرج علي العسال، وإبراهيم نصر بدأ يحضر الكاميرا الخفية وتحمس قوي، وتسمى الموسم ده انسى الدنيا. الغريبة بقى ان بعد الحماس ده كله ان الفكرة ما نجحتش قوي، واسباب عدم نجاح الفكرة في الوقت ده كان المواعيد اللي اتعرض فيها البرنامج وشوية الامكانيات. خلي بالك انا برجعك بذاكرة قديمة شوية، افتكر كده كان في الوقت ده امكانيات التلفزيون لسه بتتطور. المهم جت حالة كده شوية من الاحباط لإبراهيم نصر وقالك بس الفكرة دي مش هتتكرر تاني وخلاص، صعب ان ممكن حد يلعب معايا اللعبة دي تاني، خصوصا بعد انها يعني ما حصلتش النجاح اللي كانوا متوقعينه وللحماس اللي كل القيادات بتاعته كانت متحمسة للفكرة بشكل كبير. لحد ما جت وكالة اعلانية وتعاقدت مع التلفزيون في الوقت ده عشان تنتج مجموعة برامج لرمضان، والهدف منها انها كانت تحقق مجموعة من الاعلانات الكويسة اللي تقدر تدخل دخل كويس. كان من ضمن البرامج دي هو برنامج الكاميرا الخفية اللي اتغير معاه معايير الكاميرا الخفية بشكل تام. في الوقت ده اتولى ادارة البرنامج المخرج رائد لبيب اللي طلعه بالشكل اللي كان ابراهيم نصر بيحلم بيه، وحصل دويتو نجاح بينهم وبين بعض استمر سنين طويلة. من أكتر الحاجات اللي ميزت إبراهيم نصر في الكاميرا الخفية اختياره للشخصيات والكاركترز اللي كانت كل سنة بتتغير عن السنة اللي بعدها. وفي حديث لإبراهيم نصر قال إنه لو ظهر بشخصية واحدة طول الموسم الناس هتكشفه، لدرجة إنه كان بيغير في الشخصيات على مدار الحلقات بشكل كبير قوي. مرة نتفرج على غباشي النقراشي وطبعا زكية زكريا وحركاتها الجريئة، ومرة زكية زكريا سيدة مجتمع، ومرة زكية زكريا سيدة بسيطة، ومرة زكية زكريا شخصية غير معلومة هل هي من أنهي طبقة.
تفاصيل كتير كان بيحاولوا يلعبوا فيها في الشخصية عشان يغيروها عشان الناس ما تكتشفش المقلب. اللي كان عاجبني في الموضوع بقى بصراحة انه كان مقلب دمه خفيف بسيط، ما فيهوش اي نوع من انواع الاهانة او نوع من انواع التلفظ او اي شيء مختلف. الفكرة كان من الهدف من المقلب موقف عمرك ما تتوقع انه يحصل لك، ورد فعل اللي بيستقبل المقلب كان هو اللي بيضحك. احنا طبعا شعب دمه خفيف، فكان دايما رايح جاي مع ابراهيم نصر في المقالب اللي كان بيعملها. في حديث تاني لابراهيم نصر قال انه قدر يجمع شخصية زكية زكريا دي من 3 ستات قابلهم فعلا في الحقيقة، كل واحدة فيها جزء صغير من زكية زكريا، ومع الابداع والتميز اللي كان موجود في ابراهيم نصر وحرفيته الكبيرة جدا واتقانه لتأدية وتمثيل دور زكية زكريا بالشكل الاحترافي اللي دار على مدار 17 سنة في التلفزيون بالإمكانيات اللي كانت موجودة في الوقت ده. وكنت لما تيجي تتفرج هتلاقي البرنامج متصور بطريقة بسيطة جدا، وكانت الناس في رمضان بتستنى الكاميرا الخفية زي ما بتستنى الفوازير، وبقت من الأساسيات اللي موجودة كل يوم في رمضان على الفطار أو إعادتها على السحور. الله يرحمك يا عم إبراهيم، ضحكتنا وحنفضل نضحك على الكاميرا الخفية الجميلة اللي موجودة، اللي لحد النهاردة لما بنشوفها بنتفرج عليها كأنها أول مرة. شوفكم في حلقة جديدة.